الخميس الموافق للسابع من شهر يناير لعام 2021، فأهلا بكم مشاهدينا الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات صحافة مملكة البحرين. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت: الملك أيده الله يشيد بقرارات قمة التعاون. وإلى صحيفة البلاد والتي نقلت: جلالة الملك المفدى، همنا الحفاظ على حقوق المواطنين. $1.1 مليار حجم الاستثمارات لتحديث المطار. وإلى صحيفة الوطن والتي استهلت: تنفيذا لأمر ولي العهد رئيس الوزراء، بدء توزيع شقق مدينة سلمان. في الذكرى 24 الحرس الوطني، الحصن المنيع. أما صحيفة أخبار الخليج فقد طالعتنا: توقيع 3 مذكرات للتعاون الأمني بين مملكة البحرين وأمريكا. خطت الكاتبة طفل الخليفة مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان وحدة، فإلى هذا المقال. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المفدى، شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إخوانه أصحاب السمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد نوه سموه نيابة عن جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى اعتزاز مملكة البحرين بتوليها رئاسة الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا سموه إلى مواصلة العمل على تحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس لحاضر ومستقبل أكثر ازدهارا وتقدما، متطلعا سموه إلى أن مخرجات قمة العلا الانطلاقة لعودة اللحمة الخليجية. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن مركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب طور أحدث تقنيات التشخيص والعلاج لمرضى القلب، ومن أبرزها إدخال اللاصقات الإلكترونية التي تثبت على المريض من دون جراحة، وتتيح إمكانية مراقبة نبض القلب ووظائف كهرباء القلب من أي مكان في العالم من دون الحاجة إلى زيارة المستشفى. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن شركة ألومنيوم البحرين ألبا تمكنت من تجاوز هدف الإنتاج لعام 2020، وذلك بتسجيل رقم قياسي جديد في الإنتاج بلغ أكثر من 1 مليون طن متري، وهو أعلى إنتاج لهذا العام منذ بدء عملياته التشغيلية قبل 50 عاماً. نشرت صحيفة الأيام مقالا لسماح علام جاء بعنوان فكرة واستنهاض الإبداع، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. إن ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الأخير حمل العديد من المضامين المهمة، منها دعم وتمكين الشباب، إذ وجه سموه إلى دراسة إدراج هذه الأفكار في برامج الحكومة ومشاريعها لما تحمله من بصمات إبداعية وطنية يجب أن تحظى بالرعاية الحكومية. فكرة بادرة عمرها 3 سنوات استطاعت أن تحفز الإبداع ونجحت في إعلاء قيمة الابتكار كمنطلقات جديدة في العمل الحكومي. من هنا
وجب دعم هذه الأفكار من أفراد ومسؤولين ومؤسسات، فما نحتاجه اليوم لا يقف عند حد المهارات والتجارب والخبرات فقط، بل يزداد ليلامس حاجات جديدة مهنية ونفسية في آن واحد. في عام 2021 يبرز الإبداع كتوجه فكري ومؤسسي لمواجهة التحديات. من هنا لابد من التأكيد على المبادئ والعدالة والتنافسية والاستدامة كغايات تبين موضع القدم للخطوة التالية. نطالع من صحيفة الأيام أن المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وافق على خطة توسيع كلية البحرين للمعلمين. بيّن الصحيفة الأيام أن إدارات مدارس حكومية قالت إنه يمكن للطالب الحضور إلى المدرسة في حال عدم توافر شبكة إنترنت أو أجهزة إلكترونية، بحيث أنه يمكن للطلبة استخدام الأجهزة المتوفرة بالمدرسة. ننتقل إلى صحيفة البلاد ونقرأ منها أنه بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنطلق اليوم بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للقدرة التي تأتي بتنظيم من الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة. بقلم الكاتب أسامة الماجد نشر صحيفة البلاد مقالا له بعنوان بيان العلا التنظيم والتصدي للتهديدات الإيرانية، فإلى سطور هذا المقال. يأتي التوقيع على بيان القمة الخليجية 41 التي استضافتها مدينة العلا السعودية انطلاقة نحو المستقبل المشرق لدول الخليج العربية بيد واحدة ومواصلة البناء والإنجازات وتعزيز مسيرة الازدهار لتحقيق تطلعات وأمان أهل الخليج. الكلمة الافتتاحية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حملت رؤية عميقة لتحقيق السلام والأمن والطمأنينة لشعوب دولنا، فيقول سموه نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، خاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة. نحن في دول الخليج كالجسد الواحد، والمساس بأمن دولة هو مساس ويؤثر تأثيرا مباشرا على الدول الأخرى، لهذا فإن الموقف الموحد والتماسك ضد التهديدات الإيرانية كما بيّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يجب أن يكون أقوى من أي وقت مضى. لفتت صحيفة البلاد أن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان أعلن عن البدء في توزيع مشروع شقق التمليك بمدينة سلمان، موضحا أن مشروع شقق مدينة سلمان يعد أحد المشاريع الإسكانية الرئيسية المدرجة ضمن البرنامج الزمني لخطة الوزارة. نتحول إلى صحيفة الوطن ونقرأ منها أن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي قال إنه سيتم في الفصل الدراسي الثاني تنظيم المسابقة السنوية علماء المستقبل، وذلك عن بعد، والتي تستهدف الطلبة الموهوبين في مجال البحث العلمي والاختراعات والابتكارات العلمية.
لفتت صحيفة الوطن أن وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين كمال أحمد كشف أنه في العام الجاري سيتم نقل عمليات الطيران والعمليات الأخرى من مبنى المسافرين الحالي إلى المبنى الجديد وتشغيل حقل وقود الطائرات. نطالع من ذات الصحيفة أن مملكة البحرين حلت في المرتبة الثالثة عالمياً والثانية عربياً بين أكثر الدول تطعيماً لسكانها باللقاح، وذلك بعد مرور نحو شهر على بدء عمليات توزيع عدة لقاحات بحسب موقع متخصص في البيانات وفقاً لما قامت بنشره قناة سكاي نيوز عربية. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الأسبوع، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.bh. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.